هو احنا ليه بنستخدم رقم 7 كتير قوي كده في حياتنا؟ يعني يقولك داخل 7 دخات، او رايح في 7 نومة، او القطط ب7 ارواح. علماء الفلك واللغة والحساب والطاقة والدين اكدوا ان رقم 7 ده فيه شيء عجيب وغريب بيخليه مميز عن بقية الارقام. ولو ركزت شوية هتلاقي ان رقم 7 موجود في كل حاجة حوالينا تقريبا. يعني عدد طبقات السماء 7، عدد طبقات الارض 7، الوان الطيف 7، عدد البحار 7، عدد ايام الاسبوع 7، عدد القارات 7، السلم الموسيقي 7. ايه السر في رقم 7؟ التفسير الاشهر للموضوع ده هو اللي اتكلم عنه ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم قال ان رقم 7 ليه دور كبير في التركيب الالهي ومعجزاته، واستشهد على ده ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر رقم 7 في القران الكريم في اكتر من موضع. يعني عندك مثلا في سوره يوسف 7 سنين عجاف 7 بقرات، مضاعفة الحسنات في 7 سنابل، عدد ايات سوره الفاتحه 7، عدد كلمات التوحيد 7. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستوى بعزته وجلاله على العرش في اليوم السابع. حتى في العبادات الدينية الطواف حوالين الكعبة 7، السعي بين الصفا والمروة 7. ومن هنا بيقول ابن القيم انه بكده يكون رقم 7 هو رمز للكمال الالهي والروحي. ولان الكمال لله وحده، فاحنا بقينا بنستخدم رقم 7 في اشارة ان احنا جبنا الاخر في الحاجة اللي احنا بنعملها.